بعد استقرار واستتباب أمني نسبي، استفاقت بغداد مرة أخرى صباح هذا اليوم على دو انفجارين مزدوجين نفذهما انتحاريان استهدفا مجامع عمال في ساحة الطيران وسط بغداد، ما أدى إلى سقوط 26 قتيلا و95 جريحا بحسب ما أعلنت عنه وزارة الداخلية، والتي نفت أيضا حدوث أي تفجير آخر في مناطق العاصمة. على العمال والخطية جطل هنا العالم كله جطل، هاي الشارع كله انترس. عامل نجا من الانفجار الذي استهدف تجمعهم راح يصف لنا وهو يشاهد اشلاء رفاقه تتطاير من عصف التفجير، ويتحدث لنا عن معاناة يومية وصعوبة العيش وهم قادمون من محافظات بعيدة لطلب الرزق ليعودوا الى ديارهم بين قتيل وجريح. زين ادري احنا يعني شنو اللي يصير علينا انفجار؟ شنو يعني؟ اكو يعني وين ناشد المسؤولين، ناشد الحكومه يعني تسوي لنا حل؟ يعني انا من الناس، يعني انا واخواني هنا، يعني ابن عمي هنا هسه تصوب مساعد داخل هسه بالمستشفى. دعني انظف، سمعت الطبه، نزلت لقيت العالم جطل هنا، قمت اضرب الشهداء، جبت حتى بطانيه انام عليها، شفت هذا خطيه اذا موت باقي له شويه، هذا ايده مكسوسه، هذا رجله مكسوسه، الله شاهد. كلهم عمال، والله كلهم عمال خطيئة. مواطنون اتهموا الجهات والكتل السياسية بالوقوف وراء التفجيرات الإرهابية مع قرب السباق الانتخابي والصراعات السياسية. لا استغراب في الموضوع، وإحنا كعراقيين عايشين هاي المأساة، والمأساة هتتكرر علينا 14 سنة، نفس السنة نفس الشهر نفس ليش بدليل كل فصل انتخابي كل أربع سنوات الأربعة الأخيرة من يوم الأربعة أشهر تبدي هذه العملية مع الموجي. الخروقات الأمنية الأخيرة باتت تثير مخاوف المواطنين من عودة التفجيرات، والتي تكشف عن وجود عناصر إرهابية تشكل تهديدا على حياتهم حتى بعد تحرير الأراضي العراقية. على وقع صباح جديد تعود الخروقات الأمنية لمطاردة أحلام العاصمة ومواطنيها، لتخلف تساؤلا عن إمكانية شغف عودة الأيام الدامية التي طويت بصفحة الخلاص من الإرهابيين. من بغداد، خمال الكاتب، الحرة.